لما كل هذا؟ لو أتيت في الموعد لظلت دافئة. استحمام، هيا الآن. والصابون هنا الأساس، بالإضافة إلى عطرين. شرفينا بين الناس. مولان، ما هذا؟ ملاحظة، حتى لا أنسى شيئاً. لا فائدة، لن تنجحي معها. شأنك سيسمو، والعرسان لك سيأتون. بالأخلاق مقامك سيعلو. شرفينا بين الناس. الفتاة تشرف أهلها في الزواج. إذا جاء العريس وله ستحتاج. تفلح الفتاة المهذبة ذات الأخلاق، هي الأفضل على الإطلاق. شرفينا بين الناس. كلنا في خدمته، إمبراطور الصين. الرجال في الحرب ونحن نرعى البنين. العريس يوم العريس سيطلب يدك هنا. يا ذاك المعجب الناس. أصبحت مستعدة؟ ليس بعد، تفاحة لتهدئي مع هذه الحلية. هيا فلترتدي، صار ملكا لك، وهذا سيجلب حظا لك. فما أحلى جمالك. فاجتادي ادعوا لي، وأرجو أن تساعدوني لكي أرفع اسم أبي وأشرفه بين الناس. الموعد الآن قد حل،